عبر خدمة سكايب ينضم إلينا الآن الدكتور حمادة شعبان، مشرف بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف. دكتور حمادة، تحياتي لك ابتداء. تحياتي لحضرتك ولجمهورك الكريم. دكتور، تحدثنا قبل ذلك عن مرصد الأزهر وزرته أنا على المستوى الشخصي، أهم نجاحاته كيف استطعتم أن ترصدوا العنوان الذي أنشئتم من أجله؟ هي محاولة رصد الدعاية أو الألفاظ المتكررة في محاولة للدراسة وتقديمها لصاحب الشأن إما في مصر أو في الوطن العربي، أهم نجاحات هذا المرصد ما هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك ولجمهورك الكريم، وشاكر جدا جدا لهذه الإطلالة على مرصد الأزهر والاهتمام بأخباره ورصده ودراساته وكل ما يقوم به من جهود. حقيقة المرصد باختصار شديد جدا هو نقدر نقول عليه هو جزء من الإرادة الأزهرية، جزء من التصميم الأزهري على دحر الفكر المتطرف وتجفيف منابعه، ليس في مصر فقط ولكن في كل العالم إن شاء الله. مرصد الأزهر زي ما حضرتك تفضلت وشرف زيارة، هو عبارة عن مجموعة من الوحدات، يعني هناك 12 وحدة في مرصد الأزهر. الأول تم افتتاح المرصد في عام 2015، وكان عام 2015 كما تعرف وكما يعلم السادة المشاهدين، عام 2014 وعام 2015 بيطلقوا أو بيطلق عليهم العاملين في حقل الجماعات الإرهابية والمتطرفة إن هم كانوا فترة التمكين بالنسبة لتنظيم داعش الإرهابي على سبيل المثال. هذا التنظيم في هذه الفترة استطاع أن يسيطر على مجموعة كبيرة جدا من الأراضي سواء في سوريا أو في العراق، استطاع أن يحصل على ما البيعة المزعومة من بعض التنظيمات الإرهابية في الأماكن الأخرى، فسيطر وأصبح له تواجد تقريبا في أكثر من دولة، وأصبحت له أكثر من ولاية مزعومة. في هذه الفترة أيضا كانت يتماشى مع السيطرة المكانية للتنظيم الإرهابي، كان يتماشى معه سيطرة أو ظهور قوي على مواقع التواصل الاجتماعي، كان فيه حوالي 18 مجلة بتصدر باللغة العربية وباللغات الأجنبية، يعني كان فيه 12 و6 مجلات باللغة العربية، كان فيه فيديوهات كثيرة بتنشر لهذا التنظيم، كان فيه استراتيجية إعلامية قوية استطاع من خلالها أن يتوحش وأن ينشر إعلامه المتوحش، واستطاع من خلال نشر هذه الصور المرعبة في السيطرة أيضا على الكثير من الأراضي، وبهذا استطاع أن يسخر الإعلام ويسخر توحشه في السيطرة على الأراضي، واستطاع أيضا أن يجعل من سوريا أكبر وجهة للمقاتلين الأجانب، حيث استقطب من خلال آلته الإعلامية الضخمة أكثر من 40,000 مقاتل من حوالي 100 دولة. في هذه الفترة ما كان ينبغي للأزهر الشريف أن يترك الساحة الإلكترونية أو الفضاء الإلكتروني لهذا التنظيم وغيره من التنظيمات تعبث به كما تشاء. فالأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر اتخذ مجموعة من الإجراءات كان من بينها الذي أشرف بانتمائي إليه، والذي هو باختصار وباختصار شديد جدا هو الرواية المضادة أو الخطاب البديل للخطاب الإعلامي. يعني هل حضراتكم بتقدموا خطاب ولا بترصدوا الخطاب الآخر؟ نحن في مكافحة التطرف، يعني مكافحة التطرف لها شقين، يعني من المنهجية العلمية لها شقين، الشق الأول هو الرواية المضادة والشق الثاني هو الرواية البديلة. الرواية المضادة هي الاشتباك مع الرواية المتطرفة وتفنيدها وإظهار فسادها وبالتالي حماية المجتمع منها. الرواية البديلة هي التي تنشر خطابا إعلاميا وخطابا إفتائيا توعويا يوعي الشباب ويحذرهم من استقطاب الجماعات المتطرفة. يعني عندما نشرح للمشاهد أو نشرح للشاب في تقاريرنا وإصداراتنا الاستراتيجية، مثلا لاستراتيجية تنظيم داعش في استقطاب الشباب أو استراتيجية تنظيم القاعدة في استقطاب وهو الشباب، ده سؤالي، الاستراتيجية دي حضراتكم بتوصلوا ليها ازاي؟ الاستراتيجية أستاذنا الفاضل بترصد ليست من خلال دقيقة، عبارة عن منظومة كاملة تعمل، يعني هناك 12 وحدة بأكثر من حوالي 80 شاب وفتاة من خريج كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر الشريف وكلية الدراسات الإنسانية أقسام اللغات. هؤلاء الشباب يعملون على مدار الساعة لما تنتج استراتيجية التنظيم مثلا الإعلامية من خلال ما ترصده من أخبار، تستطيع أن ترصد استراتيجياته في
استقطاب طيب انا مش عارف فنيا، انا بس اللي مش سامع ولا في مشكله في الصوت؟ طيب الو الى طيب يا فندم، حضرتك موجود معايا دلوقتي، حضرتك بتتكلم على انه نتيجه او باستخدام طاقات الازهر العلميه بتحاول ان ترصد ما تقوم به التنظيمات الارهابيه من محاوله للاستقطاب او محاوله رصد الخطاب الاعلامي. اهم ما رصدتموه في هذا الخطاب ما هو؟ رصدنا في اهم ما تم رصده في هذا الخطاب هو يعني مثلا استراتيجيه التنظيم الاعلاميه من خلال الرصد ومن خلال متابعه الخطاب الاعلامي للتنظيم، استطاع ان نرصد ان هناك مجموعه من الاسس قام هذا التنظيم على بناء استراتيجيته الاعلاميه عليها. اول اساس من هذه الاسس هو خداع وسائل الاعلام التقليديه زي القنوات زي المواقع الخبريه وجعلها دون ان تدري تروج لهذا التنظيم. نحن في مرصد الازهر الشريف نؤمن بان الفرق بين الترويج وبين المكافحه يكاد يكون شعره دقيقه جدا. ينبغي لمن يتعرض للجماعات او للحديث عن الجماعات الارهابيه والجماعات المتطرفه ان يعي ذلك. عندما مثلا في عام 2014 و2015 عندما كان هناك تدفق اعلامي او سياسه اغراق اعلامي اتبعها تنظيم داعش الارهابي، كانت هناك بعض المواقع وبعض القنوات وخصوصا في الغرب كانت تتحدث وتذكر ان هذا التنظيم باسمه الذي يريده ان يذكرها وان يتحدث به. فكانت تقول على سبيل المثال عندما كان التنظيم يطلق على نفسه الدوله الاسلاميه في العراق والشام، كانت وسائل الاعلام تقول الدوله الاسلاميه في العراق والشام. عندما ازال هذا التنظيم الحدود بين البلدين واتخذ شعار باقيه وتتمدد واطلق على نفسه فقط الدوله الاسلاميه، كانت بعض التنظيمات اللي كانت بعض القنوات الاعلاميه تستخدم نفس المصطلح، وهذا كان بخداع من هذا التنظيم. هو يريد ان يرسخ في الاذهان انه دوله، ويريد ان يرسخ في الاذهان انه اسلاميه، فبالتالي يريد ان يحصل على السيطره السياسيه من خلال كونه دوله، ويريد ان يحصل على السلطه الدينيه باعتباره يمثل الدين الاسلامي. طيب الى هذا المستوى نحن نتناقش في محاوله لاستيضاح ماهيه هذا العمل التي تقومون به. هل محاوله تكرار او استنساخ هذا المصطلح هي من فطانه او من فطنه التنظيم ام من غرض اخر من هذه الدول؟ لانه كثير من المصطلحات يتم ترويجها ولا يتم اقتباس الا ما يخدم الاغراض. هل رايتم ان هذه فطنه من تنظيم داعش ام انها غرض ممن حاول ان يروج، يا اما غرض او جهل بالطبع ممن حاول ان يروج هذا المصطلح نقلا عنهم؟ نستطيع ان نقول انها ان الثلاث حاجات اللي حضرتك قلتهم بينطبقوا على هذا الامر، يعني هي فطنه من هذا التنظيم ان يرسخ في الاذهان انه دوله اسلاميه، وهو جهل من بعض المستخدمين للمصطلح وعدم العارفين لاسس وقواعد مكافحه الفكر المتطرف واطر الالفاظ التي ينبغي ان يستخدمها، وبالتالي كان جهله يوقعه او يجعله يقع في يستخدم او الخيارات اللغويه له تجعله يقع او يسقط في منزلقات خطيره دون ان يدري. تمام. وهناك طرف ثالث ايضا هو كان يريد لعله خبيثه او لسبب ليس سبب جهل وانما عن عمد ان يستخدم هذه الالفاظ وان يروج في العالم كلمه الدوله الاسلاميه وان هذا التنظيم يمثل الاسلام او يمثل الدين. وهنا في الحاله دي انت امام مشكله، انت رصدت الفكره ورصدت اضرارها ومستخدميها، كيف تنصحني بعد ذلك؟ أنا عاوز أقول النقطة دي عشان لأنها مهمة جدا، اللي هي نقطة اليمين المتطرف الذي استخدم مصطلح الدولة الإسلامية متعمدا. هذا اليمين المتطرف كما وصفه فضيلة الإمام الأكبر أو ظاهرة الإسلاموفوبيا، اليمين المتطرف هو وتنظيم داعش الإرهابي وجهان لعملة واحدة. فضيلة الإمام قال في أحداث نيوزيلندا إن هذا إن ما قام به هذا الإرهابي وإرهابيه داعش وجهان أو فرعان
تعاني من شجرة واحدة سقيت بماء العنف والإرهاب. فهنا أستاذنا الفاضل نستطيع أن نقول أن التنظيمات الإرهابية أو أن التطرف كله ملة واحدة وكله يقدم خدمات لبعضه بعض. تنظيم داعش الإرهابي يستغل ما يقوم به اليمين المتطرف من تحريض على الإسلام وتحريض على المسلمين ويروج خطأ ويروج عمدا لأن الغرب كله هكذا ويحرض ذئابه المنفردة على القيام بعمليات إرهابية في لنقل المعركة من الشرق إلى الغرب. في المقابل اليمين المتطرف يتلقف ما تقوم به تنظيم داعش وما يقوم به غيره من التنظيمات المتطرفة ويروج في الغرب بأن الإسلام كله هكذا وأن المسلمين كلهم هكذا. لذلك فنحن في التقرير الأخير تحدثنا عن قيمة الأطر اللغوية وقيمة الاستخدام اللغوي. إذا كنا نواجه حربا لفظية أو حربا كلامية فعلينا ألا نستخدم لغة الخصم. إذا كان هذا التنظيم يطلق على نفسه الدولة الإسلامية لا ينبغي على من يكافح التطرف أن يستخدم نفس المصطلح لأنه يرتبط في الأذهان على المدى البعيد أن هذا الإرهاب هو دولة وأن هذا التنظيم هو دولة وأن هذا الدولة ليس دولة عادية بل هو دولة للمسلمين وبالتالي فيه تحريض على المسلمين المقيمين في الدول الأخرى. سؤالي كيف تنصحنا الذي أجلت الإجابة عليه لمحاولة استكمال ما كنت في صدد استكماله؟ النصيحة يا أستاذنا الفاضل أو أنصح نفسي أولا وأنصح كل من يعمل في هذا المجال بمراعاة المنطلقات اللغوية. أنصح كل من يعمل في هذا أولا قضية إحنا في مرصد الأزهر بنؤمن بأن قضية مكافحة التطرف ليست قضية مؤسسة بعينها ولكن هي قضية يجب أن تتعامل فيها جميع المؤسسات كل على قدر طاقتها. إذا أردنا أن نجفف الفكر المتطرف علينا أن نستغل الإعلام كما استغلته التنظيمات المتطرفة لنشر الفكر المتطرف. علينا أن نكافحه بالإعلام، علينا أن نستغل الدراما مكافحة الفكر المتطرف. علينا يعني إحنا عملنا في مرصد الأزهر مجموعة من المقالات، سلسلة من المقالات اسمها أسباب التطرف، كانت 11 مقالة قامت بها وحدة رصد اللغة الإنسانية، وقمنا أيضا بعمل سلسلة مقالات اسمها حتى لا يصبوهم، تحدثنا فيها عن دور كل مؤسسة من مؤسسات الدولة على الدور وطبعا ومنها المؤسسة الدينية على الدور الذي يجب أن نفعله. علينا أن نرسخ بالقيم الإنسانية في المجتمعات، علينا أن نعلي وأن نضع مناهج تربوية تعلي من قيمة الإنسان باعتباره آية أو أعظم آيات الله سبحانه وتعالى يحرم إرهابه ويحرم فضلا عن قتله. فهذا ما يسعى إليه فضيلة الإمام الأكبر دائما في حواراته وفي لقاءاته مع الشرق والغرب وفي توقيعه لوثيقة الأخوة الإنسانية. أنا في هذه النقطة تحديدا عاوز يعني أذكر السادة المشاهدين بنقطة مهمة جدا على نقطة الحوار بين الثقافات المختلفة وبين الأديان المختلفة وبين الحضارات المختلفة. أتذكر أن فضيلة الإمام الأكبر في مؤتمر فلورنسا الذي عقد في عام 2015 قال كلمة مهمة، وهو في النهاية بالرغم من منصبه السياسي أو من موقعه السياسي إلا أنه أيضا رجل دين في المقام الأول. فعندما يقول رجل دين يكون على رأس مؤسسة دينية يبلغ عمرها 1000 وأكثر من 1060 عام، يقول في مقدمة الكتاب الذي ظهر عن مؤتمر فلورنسا، يقول هذا السفر كان حلما وأمنية صعبة وأمنية قد عبرت عنها لبعض أصدقائي الغربيين في منزلي بالقاهرة حيث كنت أريد أن يجتمع مجموعة من حكماء الشرق مع مجموعة أخرى من حكماء الغرب لتعلن للعالم كله موت مقولة الشاعر الإنجليزي كيبلينغ: الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا. هذه المقولة التي كانت تعبد بمشاعر الأخوة الإنسانية والتي كانت تتعرض لحن مزعج، ونحيي بدلا منها أو نعيد إحياء بدلا منها مقولة الشاعر الألماني جوثة: من يعرف نفسه ويعرف غيره يعرف أن الشرق والغرب لن يفترقا. نعم دكتور حمادة، أنا للأسف مضطر أنه أنهي هذا الحوار لأمر طارئ. كنت أتمنى أن نستمر وكنت أبغي سؤالا لن نستطيع الإجابة عليه، هذا ما ندركه، ولكن ماذا إذا كان هناك من يتحدث له السطوة الإعلامية في الغرب يستخدم هذا إما لغرض له غرض فيه أو عن جهل،
وهو يوجه وسائل الإعلام بترديده أو اقتباس هذه المصطلحات وتنظيم الدولة، وأنت تنقل عنه باعتباره أحد أهم مصادر الأخبار في العالم، كيف تواجهه؟ الخطاب هنا ديني أم سياسي؟ هل لك وسيلة إعلام مضادة قادرة على أن تفرض رواية ما أو مصطلح ما؟ هذه هي المصطلحات، هذا هو الغرض. نحن هنا نوجه الحديث إلى الداخل، وماذا لو رصدت غرض آخر في وسيلة إعلام لها السطوة، وسائل إعلام في الولايات المتحدة أو في وكالات أنباء عالمية وهي التي تصدر الخبر، كيف نلتقطه وكيف يغيره من روايته؟ ما هي الاستراتيجية في هذا الإطار؟ أنا كنت أرغب في أن نستمر في هذه الجزئية، ولكن أنا مضطر أن أتحول إلى كلمة للرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن في حديثه عن استراتيجياته الجديدة في تطبيق لقاح فيروس كورونا على الولايات المتحدة وخطته لمكافحة هذا الفيروس. فإلى هناك.